وحل دافا يا مجرى قفك استوى دمانا كل شيء هالك إلا وجهه شيء استوى هلك سما إلا وجه إله ما هانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام شيء استوى بابا أيان وححر يا وجه إله وكرامه إيه شرفت له سبحانه وتعالى بعدما قفك استوى دمانا قف البودلال ديار جرو دينك إله كدلال جيرها كوت ماذا أذى طاعة إله كجرا يكو إيمان أذى معاصي إلا كجرا إسلام أي سجود أي سجود صلب متي ولا توسن أي سجود ذي أي كسرنيت ولا دقي أي ذا سجود سن ولا كرفني أي ذا سجود سن جناس اللجود دكتي أي ذا سجود سن قبر قال الجلي أي ذا سجود سن ولا دوغي أي ذا سجود سن سجود أي اللقصة بحين دونا يوم القيامة إن شاء الله تعالى والنبي يوحر يبعث الله كل أحد على ما مات عليه قف والباوحي وككر انتا لقصه بحيا قيامها كي أصغو قربان ثم يكر انتا ساسا لقصه بحينا كي أصغو قيام ككر انتا حمان إيا فسي أصغو كجرا ساسا لقصه بحينا قف والباوحي وكر انتا أيا لقصه بحيا حديث يوحر يري قف والباوحي وكبر بارا أيو كدقو ذا قف والباوحي وكدقو كر انتا قف والباوحي وكر انتا لقصه بحيا قيامها ينكير سيدا درتي قفك مسلم كأهو كد لا الخاتمة هذا إنه إلهي وناجيه وناجي دينك كسعه إلهي أيا قيمة فربنا كسينايه ورأدونك ما أنت مهرين إلا صبابة كصبابة الإناء ريراب أول كذريب كيس أوكله أو قفك عناي أورو إنه إسوك كنسلو أي هالمرء أفك قشتو علي بن أبي طالب وحيري أدوني آقرب إلما أي ليهين أي فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا وإلمه آخر النقضة أوها النقل لإلمه أدونك نمانت المانت أدونك أيان رعني قيري واه الماني إلهي دينك سي واه الماني سبحانه وتعالى أجيشينا نميل لسو جوغا مجرو ما أنت قف بعد انتي بري قفك لها دود انتو ما لنتك لأضاء بمنايو يقين بو إلهي كمك عابو سبحانه وتعالى إني إيماني سا يقين قفك سا إني سومري سا يقين اللان كبرينا إنو سكراتك نوخفي فيو إلهي أيان كبرينا سبحانه وتعالى إنو نقرنسيو نحسوسي إلا أدونك كتغينو والله ما أنت كلين أدونك أيان رعني أدونك وانو عياري إلهي نبيكي صلى الله عليه وسلم وحو يري قف الله لقفك همك سأقوين أدونك أو النقضاء إلهي فخري أيو الله ماذا إنه أنت أدحي صلى الله قد لك قبر قلبك صلى الله قد لك مهل أدونك إلا وحي إله وقلت لك لما هانا سبحانه وتعالى قفك همك سأقوين آقراء النقضاء إلهي ولاك أيو سينا أدونك أسقو الرادين يقو إمانا بوضحي نبك صلوات الله وسلام عليه لكن أنا ما أنت أدونك وانو أردني قفك سبحان الله يحد أركيسا أدونا مبريني أدونا صان ugu noqdo inuu marka dhahaayo wax laga haayo iyo wax laga helayna uu san marka jirin law aan aakhira hamigeena weyn ka dhigan lahayn adduunka asagoo na soo raadinayo ayuu noo iman lahaa عائشة رضي الله تعالى عنها أي حلف رب ذا المال الله كيلي قرحض مدعين بالي لكل وين ورقي بسي قمت ذي مولد أهيد وين الصنعين لبضوضة أي تريا أماه هل درهم مغرب لعكتا أن يلب كسو قضان واسو من نيسان أبو أفرنا قمت ذي محد مرور إحسوسي ويسيبي تري ما بحسوسن بحالة ذا نوعاس إلهي إبحال حق كدقي خف كستو أدونك راع إنو دوليو وهدو دينك كالليهدو خف كستا أو آخر الراعة وأدونك في أنت لو قلت لك ذلك أغاذنا إنه إلهي ولك سي سبحانه وتعالى عجلت بالله ما قعب أدونك إله محور من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد قف الله لقفك عاجلة إي أدونك الضونا وأدونك لكي سهمي سؤو النقض من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء وحان ضونا إي لمن نريد أدونا الربا حتى أنت رتم الله سينايو لكن أنت إلهي رضا الله سينا سبحانه وتعالى ثم جعلنا له جهنم يصلاها جهنم أي الله في ذنا قول بوضاي إلى سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور قف كستا
oo doona aakhiro us amal qabta us shaqaysto u dadaala asagoo mu'min ah kuwaas amalkooda mashkuur ah ninkan adduunka keligiis doonay iyo kan aakhira u dadaalayba kullan numidu haulaa'i wa haulaa'i min ataa'i rabbik wa ma kana ataa'u rabbika mahdhur nin walba wuxuu ugu talagalo ilaah adduunka ka siina mana laga qadinayo buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala bacdama xaaladeenu ay sidaa tahay adduunka annagaana loo qalqay sida ilaah uu tilmaamay subxaanahu wa tacaala adduunka iyo waxa ku jiraba idinkan idin abuuray buu dhahay ilaah idinka iskaloo laydinkugu talagalay idinkana ana idin qalqaday buu dhahay ilaah cibaadadeedaan idin abuuray ee shaygii idinka laydin abuuray ha uga mashquulina waxaan aniga idin dirsaday buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala xadiisul qudsi haddaba qofka mu'minka ah mar walba waa inuu dadaalaa xaqa ilaahna uu ku socdaa subxaanahu wa tacaala waayo qiyaamaha dhibaatada badan ayaana sugayso